الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسي 16 كان من دروس كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام العابد الزاهد العلامة محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وحن لحظة وسجرني باب اليقين والتوكل. يعني لحظة وسجرني حديثك سيديتناد حديثك تطبعات بويري أو باب كاس أهنا حديثك سيديتناد كتابك أولاً عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بانين كويري يا فلان يكويري هبلو أنا هنينكو نبي عليه الصلاة والسلام وأمك عابي إنك أسوح للشيغاء إنو يهي سيد بن حضير حكروا إنو إمام دونه براء بن عازب كلفت جيسعين ويري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال سيدا يري وينو إيمان دونتا يا فلان هبلو إذا أويت إلى فراشك فراشك مركز أهويته فقل وحات لهذا اللهم إني أسلمت نفسي إليك إله نفطي ذا حقاك أيان أوه جامي ووجهت وجهي إليك وجهي جنا حقا أيان أسوجهي وفوضت أمري إليك تلضي ذنا حقا أيان أتيري وألجأت ظهري إليك دبر كي جنا حقا أيان قباب وغدي وكتيري رغبة أنيغو أو ضمع كقبة ثواب تاذا ورهبة أنيغو كبقية عقاب تاذا يعني رغبة إيا ورهبة إليك لبضب دونيستنا وحقاقا بغدنتنا أذيقا لغا بقية أو لغا عبسنية مركا وحويا رغبة بمعنى طمعا في ثوابك ورهبة خوفا من عقابك إليك أجرنا وحي كت على الغضاء رغبة يكت على الغضاء يعني رغبة إليك دونس أن أذق وحكا دونها ييو ورهبة أو منك أذق أن كابقها يو لا ملجأ ما يلغتير صدو ملها أو لمعين بدو ولا من جاء منك ميل أذيك لقى جبت بعدنا ملها إلا إليك أذيك حقا جمويان ملجأ جبات ميل جبات لقدرتو أو لو جبضو أو أذيك لقى جبضها هي مشرتو ميل أذيك لقى جبت بعديا أو لقى جبحسن يانا مشرتو إلا إليك أديك حقا جمويان أديك اللغوص عرري أديك اللقاب بقيا أديك أنا اللغوص عرري آمنت بكتابك الذي أنزلت وحن رمي كتابك أدوك أتسود جسي وبنبيك الذي أرسلت إي النبي أصود درتي دعا داس مركات قوش هذا التغيسو له فإنك إن مت من ليلتك همين كاغا دحديس هداد دمتو همين كاس آت سيدا تيري هدية دمتو مت على الفطرة وحات كل دمتي دينتي أصل كاهايد يات كل دمتي وإن أصبحت هدي أدوى بيستو إلهي سبحانه وتعالى نفتك داينا أصبحت وأدوى بريستي خيرا يعني أصبت خيرا عظيما وهذا شيء
خير فرب هاهي وإن أصبحت هديات وبريستنا أصبت وحاد هشي خيرا يادهش هديات وبريستنا أجر وين يادهشي ودعا ذادي أطوي هشي. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بايويري إذا أتيت مضجعك هل كأت سيحنيسو مركي آتكتو يعني آتغيسو يأذو لتقنين فتوضأ وضوءك للصلاة وحد ويسيستا ويسلم إذا مدة صلاة ويسيسته ثم ضجع على شقك الأيمن وحد أسيحتا لنكاغا مدك وقل وحاتر هذا وذكر وحاو الشيقي نحوه نحو الحديث السابق حديث كيسو مهر مري أوكالي أيو الشيقي. ثم قال مركو النبي قد دعاد يدم يوحولي واجعلهن كلمات كاس وحاد قيشا آخر ما تقول وحاد لهيسو وحاو قدن بي كلمات كايقا كذلك مرك دعادتني وتوكل لما يسترن ويان يتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وطلد الله التيريو وحاكو جرت أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وجهيك حقا ينس وجهي حقا يعني أقبلت بذاتي إليك أنا أقول رمباك سوء آذي مستسلما أنا أقول هجان سمي راضيا وحد إسي سكر رالية قانعا كقنع سن وفوضت أمري إليك أي توكلت في جميع شؤوني الدنيوية والأخروية عليك رماها يقول أردن أذن كوتا لصارتي كتلوى توكل كالكا يوغ جيران. الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن بعي بن غاد بن قرشي تيمي وهو أصغى أبو بكر وأبوه أبيه سجمعي سوى عبد الله أبيه سنوى عثمان لبضبا وحلها أبو بكر ابن أبي قحافة كوني ذا صلوا شجع وأمه يهو يدي أم الخير سلمى بنت صخر التيمية بنت عم أبيه إن أديرت صحابة صدح ضب الصحابة ويان رضي الله تعالى عنهم. قال وحوري أبو بكر رضي الله تعالى عنهم نظرت إلى أقدام المشركين وحان إيغي قال ضلغهوذي يعقهوذي بان إيغي ونحن في الغار حال أن قدكي كتشرنه قدكي رسولك عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر مركي هجرونيين أي قلين وحال لها غار ثور يا لده هذا وها قد سيدا أقل كي وقال اللوغة لهيو ومكا كويا له ونحن في الغار حال أن قد كدحدي السين نهي أيان وحن فيري قال ضع عقهودي ونكر تاك تاغن أيان فيري وهم على رؤوسنا حال أين قكر ريانو مضى حجيك كركيس أي تاك تاغنيه فقلت يا رسول الله وحن إري نبغي إلهيو لو أن أحدهم هديمت كود نظر أوفير لها تحت قدمه عكتي سهوس تيض أوفير لها لأبصرنا ونأرك لها مت كود هدو عقه سهوس تيض أوفير لها ونأرك لها. فقال صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحويري ما ظنك يا أبا بكر أبا بكرو مالذا أدمري سنيساه وامحي بثنين اللبو أدمري سنيساه
الله ثالثهما إلهي سبحانه وتعالى وصدح كيهي لبأ إلهي صدح كيهي محات كم ليس نيسا ما وحك لا ترى إلا بالنصر والمعونة والكلاءة والحفظ ما هي أيصيبهما الضيم كواس مردباته يظلم يا جاريسة مركا سؤاشا سوحويا مركا استفهام تقريري وي نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر والرسول كآد يا آد والولهية أي النبي أبو قلبي الدتشيني أرنتا أيضا متفق عليه حديث مركا وحكم مقطع سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له سأقوك لسوني هاي وتوكل بوحة والنبي صلى الله عليه وسلم ولي مت أصغر سيدة سوء أي تهينا هدنا أسبابتي عادقة أهيد مري أسبابتي عادقة أهيد أصغر مري ونمانك كردونتي وقدك قلي هدنا إلهي سبحانه وتعالى أيوكك لسوني مركا توكل كوحة ويان سيدي نور شركة صورني أسبابتي بدبادد أو أدلتي ماضو أسبابتي هلاك أو أتكفقاتو مركا كبعدنا أت قلبك على إلهي سبحانه وتعالى كحرته كاسا توكل لهذا وسيدة النبي يلي صلى الله عليه وسلم أتاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية يعني مقعد وهند أبهت وحال إذا هذا كن يديس أبو أمية أبهت مقعيسنا وحذيفة ويا المخزومية غير كاس غير مخزومة قريش كم ذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحو النبي أها إذا خرج من بيته هديء قرقي سكبح هيو قال وحو النبي له عليه الصلاة والسلام بسم الله أخرج إلى هيمه عيسى أيان كبح يا توكلت على الله إلى هيب أنت لذي إذا أريبتي اللهم إني أعوذ بك أن أضل إله وحن كامل قال يا إن أن لمه أو باديوبه أو طريق الصواب تعان كل يحضو أنوه أو أضل أما أني قال لي يقل لي حيو والله إبادي أو أزل إن أن سنبري رحضو أو أزل أما الله سنبري رحيو أو أظلم أنو أن عد الميو أو أظلم أما أني قال لي عد الميو أو أجهل أنو إن أن عد كوقفو أو يجهل علي أما أني قال لي كوقفو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركا قريسا كبحيو دعاذن أخرين جري كا وحانو هاد حديثة وحالو أخرين يا إن أينو تطبيقنو أو هرقرنو يالا الدوني كا وغان شو كلية ماهن وإن أينو هرقرنا سيدا درتيت قفكي أن دعاذن حفظ سنين وأين حفظيا؟ طب هذا عاب وأين حفظيا؟ بريلا قبل أبو مركو جوري سكب حيانا وأين الدعاء آخر استاء قصوا بحاول ساس الدين تلو برنا يا مو يعني للعلم كلية أن إن لأجاد أو كلية معها إن لأجاد إيو إن لقو عمل فلو ساس الله برنا مركا وأين الحفظيسان سكدي ستان تطبيقيسان هرقلسان ساسل الدنيا العاشر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال روحي يرهده يعني وحو كوضا إذا خرج من بيته بسم الله إلهي مقعي سانقب حيا توكلت على الله إلهي بانت لذا وديبتي ولا حول ولا قوة إلا بالله سيدا سقفكي يرهده مركو قرقي سانقب حيا يقال له حق إلهي وحلقي يرهده قفكا والله لها أساقل يرهده هديته طريقي صوابته يا لوجود دوي وكوفيته شر أردن ولقا كافيه ووقيته والغو دوري أولغو إلاليي وتنحى عنه الشيطان شيطان كنا واكر ليرا هذا قفك أصلا بل دعادتني أنت اللي أكتهي سيدي أقابنتهي يوح فوائد كجر فيه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وحات قدر إيسا مركي تيكري اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل وإلى آخر الحديث سيدا مركا أضي أشو محاد هليسا إن لغو هنونيو إن لغو كافيو وشر أردن إلهي وكا كافيو إن لغو دورة أو لغو إلاليو ومصائبتي بلايوين كإلهي وكار دورة سبحانه وتعالى يين شيطان كبرنان كاكا استاغو محن كالو دونين لما رواه أبو داود وترمذي والنسائي وغيرهم وقال ترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان شيطان كيوا وكورنيا لشيطان آخر شيطان كي نينك لسعودي قرين كيس أها هباب لها أو لم لها أو سدب لها أيا شيطان كلوح كليه كيف لك برجل ننس ذيبا تبرقه ليس وضو بعضيين ليس قد هدي لهنوني وكفي لكافيي وبلا يوردن بالوقف اللاضي ووقي أول إلالي أول طوري ننكاس سيبا تبر أبوه ليسا وأدو أودي كريسا إن أدبادي يسو أو أدلمسو مركا مت كلابا سيقو سينا يبا تاسي وحي كنتي وتنحى عنه الشيطان إنو مركا شيطان كي كتل إرادو أولي هذا كانها كل قويني مت كلو أضحابا بسو كرهاتسو إنو إرادو يدان تكو خصبا يسامر كا شيطان كي مركي هادي عاد مقشي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر طريق مقاضو إلا شيطان كو وضكلو كغاضا عاد مقشي ساسوك لهدا دوني السيد إن شيطان كو طريق كلا كامرو دعا ذن باد لا سميس مر الله مركات قروها كسو بحي سيدب دعا ذا ساد لا عادات كرديغانيس وحيابها نفتو عادود اللو قرديغو ميل لوذو ويلقب سنيسا مثلا واحد عادو وقردكتي صبحين أتكوب شاه سيسو بعد عادو وقردكت حدو وليح ساعة مركات قادو لفور راسا قب سنيسا وذور نسانيو سيبا وحيقي مركاسا الليضا يها شاهيبا ساكي اللول بعد الليضا ساسو كالي وحي النفتا عادو اللو قردكو ويسكرا قب سنيسا وحلقي يا أبا إن وحكرا كل ما وأعتراضني هو حقي سكيهين الله إله ساك مركان سوء بحيي يندعى لي سوء اللوم هير كاسة جاري سامر كوضم بيس وحكنا له شيء يعني أنا وحقائق طب وبقول كي وبقول مركي الله تطبيقيه اللي هرجي ليه أي فوائد ذي اللي أجانيا أو الأركيا مركان وحين مسكودينا وح الله وحي كتاب كان لحديث قصو أرورة وأذكار يدعو يا أعمال صالحة هذا نفتن إني نكهر قل إنه أولا وقبل كل شيء مرك الله بعضنا ومضى إني نوجد بينه الحادي عشر وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ك
كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلقي النبي وحاجرتي لبا ولا على يا تري. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لبضا لنا ولا على متكوت نبي أتقي تري أوحوها حرو نبي كحرا يؤها ولا آخر يحترف كان كلانا وشقي سنتري مركا كان حروق أهي وحي كتلين يهي قرق ولالك يكتلين. فشك المعترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم كي شقي سنة يبا النبي أقدع ودي ولالك سيحروق أها أي النبي أقدع ودي صلى الله عليه وسلم صغوا له نكاني حدون يا إنو سن شقي سنين يا نغو عن بيلو ساسو دوني يا وحلمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به وحب الله قال يا بابا أرزاق ذا أذهلي سبب إني أسقى السبب تيسا تهي فاردعي كريس حيلا واتو النبي عليه الصلاة والسلام ويري والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إلهي سبحانه وتعالى أحدك وأكالمين يا أنت أولا لك أصقنا وأكالمين يا وأصق إلها نوع عليه الصلاة والسلام وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. حديث كمركة فوائد فربضان باكو جرتي فوائد وحكم ذا أسباب تلوبهي هي إن للي ماذا ستة وكلكاق وحقيق وحكم ذا أعماش وناقصا أو صالحات كأه أيها كم ذا مركنين كان يقول شقيستا ولا الكيس وأباهن وأعاويا إلهي لو ترى صارتي سيدوك وحديثك قصوا قفك طالب علمك إلهي سبحانه وتعالى رسل قيسة إنه كفالة قاضي وقفك طالب العلم قاه لأران مايو ننكاسي ومشاقيست لمرنا هايو لمرنا هايو محايل الشاق الله قبط ميد أقال السنيد يو كجرة رزقه سنة إلهي باكفالة قاضي سبحانه وتعالى مركا علم قبر شديسه والنوع توكلك كم ضم إلهينا سبحانه وتعالى وكو أرزاقي. رواه الترمذي بإسناد على شرط مسلم يحترف معناه ذوام حي يكتسب وشقيستا ويتسبب أسباب رزقه يولي ماذا وشقيستا طالب كنا وشقيا حال علمك برشديس وشقوي. باب الاستقامة استقامة باب كيت ويان استقامة ضوامحي وحوري استقامة الإنسان سيدو كسو قولين هيو مفردات الراغب لزومه وأن الروح كدقة وقبصدا للمنهج المستقيم طريقة توصن قف إنو كدقة وقبصدوي سيدنا نوام عندهم تا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحيري قال بعض العارفين مرجع الاستقامة إلى 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 الله مرجع الاستقامة إلى أمرين استقامة لبا الرموض بيقول نقطة وكبي الشبطة كل ما تا لبا الأمر ودوام حي صحة الإيمان بالله إلهي سبحانه وتعالى أو سيدة أي تهي الله رميه واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا إلا الراعوحي النبي الليمت ظاهرا وباطنا روح أمرك إلهينا سيدة ورميسا إيمان كيس أنصحي نبينا عليه الصلاة والسلام راعي سري عادبا حال الداس أيضا إنه لازمه يا استقامة لهذا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه بوري
الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي. استقامة وحال يده هذا إن كنت تنتهي سيدي الله أمري إن كنت تنتهي كتجد يكديران شها وحي إله سبحانه وتعالى أكار يا بي ولا تروغ عنه روغان الثعلب. طب ديادنا آذن ميل دبدوغن حق يا حق من آذن إيجن سيدا دوعدي أو كليتو دوعدي وحي عادو أه مركي أردي سوء يعني حق يا حق فيرسو يا وعادا مركا طريقة مستقيم كهيسو ميدك يبدح منها وقو ويعنن استقامة مداس يا لله هذا أرين تاسي أريق أي أرقتها درتت نبي عليه الصلاة والسلام وحال قوريين ويري شيبتني هود وأخواتها وحال الشيقي النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها إردك سوسار إني كمتا آيضا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال الله تعالى إلهي بيري فاستقم كما أمرت سيدي لغو أمري دين تأغو تاقنو. وقال تعالى إلهي وحوري إن الذين قالوا كويري ربنا الله سيدا أفك كيري ثم استقاموا طريقا كطوس ناضي يعني حق يا حق من ضوء اللي حنين تتنزل عليهم الملائكة ملائك بكسو دادقيسة عند الموت مركي لمنيا ملائك تاسو كلها هيسا ألا تخافوا قيرد يوحا كضم بيا هكبقنين ولا تحزنوا وحي قيرد كهوري يضطكي أدخسو تكتين هكتيران يونينا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وحاتكم بشاري ستان شندي الله إذين بلن قاضي الدنيا ذا مركي أجوكتين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أنك حقالوا إذين أه الدنيا ذا لحذي ذا أنك حقالوا إذين أه وإذن حفظنا إلا وإذن دورينا وفي الآخرة نمعينا أيانا هانينا إلى أتنذك قشان ولكم وحذيرهن فيها كنظر لحذيذنا ما تشتهي أنفسكم وحا أي نفتين كهلي سي ولكم وحد كلو لذيهن ما تدع فيها كنظر لحذيذ وحد كل لذيهن ما تدعون وحي أضل بنيسان وحال وحا أي نفتين كهلي نيو كهلي سيو وحي أضل بنيسان ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم أرنتا سوى رزق ليدين ديار قريي أو مرتقاضة ليدين ديار قريي أو مرتقاضة جعل يا لوسو قدر يا بولي جعل إلهي وكير أرنتا رزقا نزلا مرتقاض با إلهي كيلي إلهي سبحانه وتعالى ودين ديار قريي نزل كاسو من الله كهذي اللي الغفور الرحيم يعني من غفور من رب غفور رب دم الله بضن رحيم أو نحريس بضن مرتقات إلهي سبحانه وتعالى إذن سيوي مركان نزلك ووحا مرتد الله صهر مريوه ولوسو ضد سيوي هذه مركة ضد جنتي هذه صداتها هي شان نذي الرسم جاي ذي مركم حاضر ملينس ما هيكم تيستين أنت أيضا قالوا ربنا الله ثم استقاموا طريقي سكتوس نادين وقال تعالى إلهي بيري إن الذين قالوا ربنا الله هو سلا أفك كيلي ثم استقاموا هذا نكتوس نادي طريقاس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كركود عبسي ماها وهلك أسعدان يا آخرة كما بغيان
ولا هم يحزنون ضدك يا بايله هذه اي كسو تغينا كثيرا يون مايان الهي سبحانه وتعالى با دوريا وح المهاجه يا اولاد الله تبعه او دخل اه او لوغه تغو وح اوو قاليسن صلاح هذا يسوبنا شهادة ويا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين إلهي سبحانه وتعالى لبضاس الموت أقومها محال الله حفظي والنبي إلهي أنبياء ذي سكم إذا الله أمري إنه درب قوضاء القصة بعد موت أبيهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري أمر وقال لوسي مركا وحل لي هي وحا وقال سن أبطك يا أولاد الله طبعاه هذه الصلاحة هي هقاقا قوية سنة درت بالي لي ميشا تسو تغيسان يا بايله دينا هكول ولنا كول ولا آضا أولئك أصحاب الجنة كوا سوى جنة ضد كيدوي خالدين فيها أيقوا جنة كل حواري جوزوا ولا أبا المري جزاء أبا المرين بما كانوا يعملون بلغ أبا المري وعن أبي عمرو وغيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل نبي إلى هذا قل لي في الإسلام قولا دين تلحظ هذا قول إيقا الشيك لا أسأل عنه أحدا غيرك روح أنا ذيك أهين أنا ويديني كلمة إلهي وأنفعه أو إكافسة دين تلحظ إيقا الشيك قال قل آمنت بالله ثم استقيم نبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله له يعني جدد إيمانك سيد النبي اللي قولي عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قولوا لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله له ربي الله له إيمان كاقب عسبوني سي ثم استقم على عمل الطاعات وحد كت تاجناتا وحق حق هذا ولا حني طاع هذا أو أتسميسه والانتهاء عن جميع المخالفات محيري استقامة صورة قل ما أهن قفك هذه قل كجرو ميدع كريسا شيء يقولون الله بس في سوقاته وتوسيه وقل عين مسكوا هذا كرا يا مدع كريسا أنا ترى هذا أشني way toosantaa wayna qalloocantaa isku qaadan mise markaas hadii qallooc kugu jiro qalloocaas waa maxay waa tarkul awamir wartikaabun nawaahi qalloocu waa labadaa way wixii lagu amray oo aad ka tagto iyo wixii laga reebay oo aad ku dhacdo waa in qalla haba yaraado haduu rabe laana أمرك إلهي يريس ملك وحي إلهي كار يبين يريس ملك ياكو أمري الله جل جلاله وعسى جاهه مركا اسكوه لميس إنا المستقيم تاي يينا معوج تاي اسكوه لميس سيدا دراندد أي أمرك استقامض أو أدكته آد إي آد ثم استقيم مهمة دائلية هاي النبي عليه الصلاة والسلام نين كايري قول إيجاد شيء دين تلحظ هذا أنا عد كلوي دين كنا كافتومه وفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقامه لقاهر رواه مسلم باوري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول نبقي إله يلي قاربوا لحد حيستا أما الدواد وسددوا توسناد وحق أصيبه واعلموا أجاده
أنه شأنك يحالك إنو يهي لن ينجو أحد منكم بعمله إن أنو كبت باد الدونين قف إذن كمله عمل كيس بدباد الوامحي وحويان دخول الجنة والنجاة من النار وشنة ذا الله قالوا هي النار تقول لك بدباده قالوا ولا أنت يا رسول الله رسولك إلهي أدونا بدباد من سدمية عملك بدباد من سدمية ساس مركا فعل كيما لحد في فعل كيف فعل كيس ثم مركا ماشي كسوهر لا تنجو مد بعد السمية أذقنا أما السوى حويان ولا أنت ناجن سانا ولا ورنكر أذق مد بعد هي متهد مياه قالوا بيري ولا أنا لا أنجو أنا لا أنجو أما السوى ولا أنا ناجن ما هي مد بعد هي إلا أن يتقمدني الله إلى هيئة أسترمويان برحمة منه وفضل إلى هيئة نحريز حقي سكاهاتا إيديق حقي سكاهاتا يقول أسترمويان أنا أقول عمل كيق مأهن مد إبت باذنية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا أوليه عد كلام حاط أمليني ساه مركا تام معنيه ذو حويان إن إنه حق إلهي مجدا كرينه سك استهضين ويانه إلهي سبحانه وتعالى حقيس مجدا كرينه سك استهضين ويانه لكن حضين قاضنا وحي إلهي ونفري وأين كهر نوحي إلهي نجر يا بي إن إنه نحريست إلهي متيصنه أي الغيابة الغيابة إلا أن يتقمدني الله إلهي أو أسترمي برحمة منه وفضل رواه مسلم أياوري والمقاربة القصد لحدحات وي الذي لا قلو فيه عن حد قدب لحين طبعا ولا تقصير كما أطفلنا عن لحين واستقامة المكان استقامة اللفتي دي قاربوا بمعنى استقيموا استقامة داس المكان إن حد قدبتنا وكود دي ديسا حق إلهي إن أتكقب وطفشنا وأتكقب السنة ويكود دي ديسا القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير نعم أن قبوا أطفال لهين والسداد بفتح السين السداد السين فوائلنا كورنقا سدادك معنى كلاويان دين اسكبحين يا وحل من السداد الاستقامة والإصابة إصابة حقي أول حليله لأن أيضا وحلو استعمالا مركل التوق برني مركل الشيش برني بربرة مركل تهاي شيش بربرني هدفك هي ماش أد جميسو وإن أد أدواتا حد أعظم بقول كيف بقول ماشي للربيع أعظم له هليلين وإن أد كو أقرفتها مركا طريق مستقيم كها ادوو حقنا اصيب انت اتالكا اغي تبرتادو اي تهي قوله يتقمدني يلبسني ويا الله ينو يلبسو ويستروني يغو استرو مركا غمد السيف واتني دهدو سيف تقل كذا سيفت قال كذا غمد سيفه يعني جعلها في غمدها قال كي بدح قلي مرك إلهو يقول أسترموي
نحريستيس السداء الحقلية. قال العلماء وحيد هذين معنى الاستقامة، استقامة معنى هذا ومحي لزوم طاعة الله إلى هي طاعة سؤول الله سمو مركا الطاعة ومحي والامتثال بالأوامر، امتثال الأوامر أمر رضا إلهي أولقاته واجتناب النواهي وحي إلهي أكاره وأتكهره لبضع سئري أولا إسكدره يا وحل إلى هذا طاعة يا لله. قالوا وحي إلى هذين علماء وهي كلمة استقامة هنا من جوامع الكلمة أريضا غاغابن اي معنى يال فربضن جمعيه يي كميت النبي قال لي عليه الصلاه والسلام لها اوتيت جوامع الكلم وهي نظام الامور امورت اودن وادنت اسكو هيسون نظام الامور امورت اودن واخ اسكو هيا وايض ارمه الدينت oo laga soo qaaday midalan ba kool inna kooshaas waxa isku haysa dun ba isku haysa dun ta sadin la charo midba meel bay aadis haydan soomaalidu tusbax go'ay allah ka dhigo markay qolaha maarayaan ilaa habadba meel bay aadis haddii marka istiqaamadii weydo arinkaagu waa tashatuday waa kala tagtagaya dun meel bay aaday wabillahi tawfiq. مركا أرنت استقامة آدي آد أسر ريسا الاستقامة هي درجة القصوى استقامة وحويان درجة أسر ريسا التي بها كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضلال. استقامة وحويان هل درجة أسر ريساوي أي قفك وكهلي كره معرفة لما يسترن وكهلي كره حالة دي صوت هوستا قلب دي صوت صافي النقطة وحين كو حاسلي ساعة إن سلا وشيخ وشيخي كو حاسلي ساعة أمرك إله ولا رميه ينبي قول الراعه ظاهرا وباطنا. وحولي قال الأستاذ أبو القاسم القشيري من لم يكن مستقيما في حاله ضاع عمله وخاب جده. قف كان مستقيما هين حال دي سؤال اللي نقولين عمل كيسونا واضيع ما نصيب كيسونا واه وهو واود ماتا وقضى قف كاس هنقوبي. ونقل أنه أمس ونقل أنه لا يستطيعها إلا الأكابر استقامتنا ددك وين موي وينك يعني حق علمك يا عملك يا معرفة إلهي سبحانه وتعالى كوين هذه موياني ضد بدني ما أوذان محل عبري لأنها الخروج من المألوفات ومقارفة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق ويا المكان وحلو كريكرين ووحيابها النفط أي لقب سطي أو لقد نحبحه عادوينك يتقاليد النفط أي سماي سطو اسكود دوتين إن لقد نحبحه إلهي هرتي أولا استاغو سي حقيقة أرنى إلهي له الاستاغو. ولعزتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوها سيدة استقامة أو ألقتها درات ديدنا وحو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم إن أنا إددك كرينين استقامة أيضا فقد أخرج أحمد استقيموا ولن تطيقوا وارتوصنا كل ما أود الدونتان استقيموا ولن تحصوا لفظي قاسي قصوا أرورتي بالليل ولن تحصوا يعني ما هو ذهلي كريسان لكن أذنك دلالة
باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. باب التفكر إن مسكح الله الشقيسي في عظيم مخلوقات الله إلهي وحيابه أبو ري سيدي أواويه يكوود أواويه وفناء الدنيا سيدو كلا إن مسكح الله الشقيسي سيدا الدنيا أرد ما نيسه وأهوال الآخرة إن مسكح الله الشقيسي أولو سوع العليو رباتوين كدارت آخرة إلى ذهي وسائر أمورهما هي أهرمها الدنيا آخرة إن تاكسو هري إن لغو فكره وتقصير النفس نفت يدي ديله هذا إن لصو قابيو نفت أمل كذا إن لصو قابيو وتهذيبها نفتا إن لهفو أو قرن كيه وسخة كل جية لجتشفه وحملها نفتا إن لوحن بارو على الاستقامة استقامة هذا لجسوا ورمي إن نفتا لوحن بار أنت أوردن أي أبابتهي مركا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كي سواوي ولوف كراهي وحكا جسوا ده بحيسة عظمة إلهي سبحانه وتعالى مركي اللي يري ما السماوات والأرض وما بينهما في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض تضبض السماء يتضبض الدول يا أنت ولا حيسا هدي عرشك إلهي لا لحدكم وحي نقول يعني تين تين قف جعنت كحر أنت أردل بهجو يا سيد الله قطوري يا نقول يعني مكا دولكو انتبهوا ليجي مركب بلا اذن لا ايغو يبا حد دولكو ليهي فيري دولكا وحو كميدي هي وحيابها الهي وابوري كوودا ان ادك او واوينين يو كميدي وحبدان او الهي وابوري ايا دولكا كوين مثلا وحي تلمامان qorraxda halka inooga muuqata inay 150 jeer ka badan dhulka ay ka weyn tahay ana 150 dhul inay dhex gali kareyso qorraxda oo kaliya milyan yaan 150 milyan oo dhul inuu qorraxda kaliya dhex gali karey intee qorraxdaas leeftahay markaas yaa qadarin kar qorraxdaas iyo inta oo ayada ka sii badanna xidigaha inoo muuqda ee birbiraya qaar kood ayaa dhixgelis ayaa dhixgeli karta hadana hal xidig oo kaliya milyan qorax in hal xidig dhixgeli karto yaa dhacaysa markaas waa xidigaha inoo muuqda xidiguhu samaa dunida ma intee bay samaa dunida la eegtaa markaas samaa dunida iyo samada ku xigta iyo samada ku xigta iyo samada ku xigta iyo dhulkaas oo la isku daray marka arshigii uu noqday u noqdeen jijin qof bila aadana gacanta gali karays oo dhul baha gooya lagu tuuray marka u noqdaan asagu intee leegi masuuladaysan karaysa intuu leegi allah abuuray cadamadiisu intee bay leegtahay markaas qaal allah ta'ala ilahi bari jalla wa ala innama a'idhukum biwahida hal arin oo kaliya iyan idinku waanini hal arin oo kaliya أن تقوموا لله مثنى وفرادى رنتا سوام حي إن هذا استاكتان إلهي درت أدينكو الله بالله يا أدينكو مدمضة انتبا ثم تتفكروا مسكح ذا أتكشى قيسيسان مسكح ذا أتكشى قيسيسان هدي عادة يتغليدك يسوچرينك naftu iskala qabsatay dib looga yara hakiyo dibna loo daayo fikirka iyo aqliga ilaahay uu galiyay iyo fidrada saliimka loo daayo waxa uu soo baxaysa
wujuudka ilaahay wixdaaniyadiis ayaa u soo baxaysa. Waqaala tacaala allah wuxuu yihi innaa fii khalqi samaawaati waalard, cirar iyo dhul abuuritaankooda waxaa ku sugan wakhtilaafi leyli waannahaar, hameenka iyo maalinta isbadbeddelkooda waxaa ku sugan la aayaatin la calaamaatin, calaamado waaweyn daallatin calaa qudrati illaah, ilaahay awooddiisa ku tusaysa. yay ugu sugan tahay laakiin liuuli lalbaab, kuwa caqliga u saaxiibka oo kuwa caqliga u saaxiibka ahi waa kuwe alladiina yadkuruuna allah, waa kuwa ilaahay xusahaya, qiyaaman xaale ay taagan yihiin, waqucuudan xaale ay fadhiyaan, wa calaa junuubihim xaala ay dhinacyada u jiifaan, wayatafakkaruun maskaxda uga shaqaysiinaya markaa, fii khalqi samaawaati waalardi qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa maa khalaqta haadaa baatilaa, marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa in makhluuqiisa waaweyn lagu fakiro. nebiga waxaa laga wariyey calayhi salaatu inuu yidhi waylun liman qara'ahaa, aayadahan waxaa halaagsamay ruux akhriyey, walam yatafakkar fiiha, aan ku fakirinin, yaa halaagsamay. waxaa kaloo nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa cibaadata katafakkur, maxaa yeelay attafakkur waa cibaadatu lqalbi, qalbiga cibaadadiisa weeyaan, qalbiguna waa xubinta bani aadamka ugu qaalisan. subxaanaka maa khalaqta haadaa baatila subxaanaka faqina cadaab annaar. waqaala tacaala alla wuxuu yihi jalla wacalaa afalaa yanduruun, ma waysan fiirinaynin, ila libili geela, kayfa khuliqat, sida loo abuuray ma waanay fiirini, wa ila samaa'i, samada ma waanay fiirinaynin, kayfa ruficat, sida loo kor yeelay, wa ila aljibaali, buuraha ma waanay fiirinaynin, kayfa nusibat, sida loo taagay, wa ila alard, dhulka ma waanay fiirinaynin, kayfa sutixat, sida loo simay oo loo fidiyey. marka intaa oo dhanba hadday fiiriyaan ilaahay cadamadiisa uga soo baxaysa, allaha sidaa yeelay cid in la barbar dhigaahi ma mudna markaas. waqaala tacaala alla wuxuu yidhi afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu, ma waanay nimanku dhulkaba dhex soconin oo markaa ay fiiriyaan oo arkaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyeelay. walaayaatu fi lbaabi kahiira, baabka kan aayadaha ku soo arooray aad bay u badan yihiin. wa min alaxaadiis, axaadiista ku soo aroortay baabkan waxaa ka mid ah alxadiidu saabiq, xadiidkii soo hormaray alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt, marka axaadiis fara badan baa tafakurkaa ku soo aroortay. laakiin waxaa laga yaabaa inuu sheekhu uu markaa uu isyidhi shardigaagi aad kitaabka u xidhay ma ay lahaa. baabu lmubaadarati ila alkhayraat wa xathi man tawajaha likhayrin cala aliqbaali calayhi biljaddi min gayri taradudin, baabu lmubaadara, in loo degdego baabkeed weeyaan, ila alkhayraati loo degdego, wa xathi man, wa baabu xathi man, ruux in la booriyo oo la dhiirigeliyo baabkii weeyaan, tawajaha likhayrin, khayr u jihaystay, qofka khayrka u jihaystaa in lagu dhiirigeliyo maxay, cala aliqbaali calayhi, inuu khayrkaa qaabilo uu aado, biljiddi si dhab ah, min gayri taradudin, ka noqnoqosho la'aan. marka qof haddaad aragto khayr u jihaystay
qofkaas in la caawiyo oo la taageero oo la dhiirigeliyo oo lagu booriyo oo yuu xaq kuugu leeyahay inaad cagaha jiido isaga laftigiis ma ah. Dadka qaarkii hadday arkaan dad khayr haya halkii ama khayrkaa la qaban lahaayeen ama ku dhiirigelin lahaayeen waxaad arkaysaa iyagoo cagaha u bixinaya yaad arkaysaa oo tathbiit ku samaynaya oo hanjabinaya oo dhibaataynaya oo saasna muxuu u yeeli waayey saasna muxuu u yeeli waayey oranaya dee hadduu sidaasoo san yeelay saasina ka dhiman tahay adigu maad ku dartid ila ninku nin banooni ciyaalayo aadnaad fiirsanaysa ma ahee camal laydinka wada rabo weeyaan. Marka hadduu camalkii laydinka wada rabay qayb ka mid ah hadduu asagu u qumay adigu inta asaga ka dhiman ee aad aragtay inay wax ka dhiman yihiin ku dar oo la imo haddaada waxba taraynin kana halu goynina iska daa marka labadaa umidiya ama caawi oo ku dhiirigeli ama ka aamus oo ha dhibaatayn. qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi fastabiqu lkhayraat khayraatka u kala dheereeya waqaala tacaala ilaahay baa yidhi jala jalaaluhu wasaaricuu u degdega oo u dheereeya ilaa maqfiratin dembi dhaaf min rabbikum ka ahaatay iyo wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu sama ballarkeedu uu yahay cirka iyo dhulka oo laysku daray uciddat lilmuttaqiin jannadaasoo loo diyaargeliyey inta ilaahay ka gaashaamatay caradiis. وأما الحديث ميا فالأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال أعماش كلا دقدق فتنا كلا دقدق في دنوين أعماش كلا دقدق في دنوين كاسو كقطع الليل المظلم همين كقيبه الساء hameenkii mugdiga ahaa qaybihiisoo kaleeta leanna marka hameenku uu qudcu yahay saacadba saacad intay xagga hameenka ka sii xigto way ka sii madowdahay. qoraxdu markay dhacdo markiiba iftiin baa jooga, iftiinkaasi wuu sii yaraanaya, haddana wuu yaraanaya, haddana wuu yaraanaya ilaa mugdi qam'a laga galo. fidnooyin isdaba joog ah oo midiba midday ka sii dambaysaahi ay ka sii mugdi badan tahay intaan la gelin acmaasha saalixaadka u degdega. fidnooyinka marka waa maxay? waa kuwaana qaybo ka mid ihi fidnadaa darteed yusbixu rajulu mu'minan qofkii wuxuu waabariisanayaa isagoo mu'mina yuu waabariisanayaa wayumsii kaafiran qoraxda waxay u dhacaysaa isagooba gaal iyo qoraxda u dhacaysa aw yumsii mu'minan qoraxda waxay u soo dhacday galabta isagoo mu'min ah wayusbixu kaafiran isagoo gaal ahna waagaaba u baryaya. fidnooyinka jira dartood dadka diintoodii yaa weerar adag lagu soo qaaday sidii looga qaadi lahaa. maanta qofkii isagoon cidabo u imaan oo gurigiisu albaabka hoosta uga xiran yahay yaa cirkaa balaaya uga soo dhacaysa, cirkaa bala uga soo dhacaysa. websaydyo iyo khadad iyo mashaakil ilxaad iyo diin la'aan ah yaa sidaa loogu soo fatahay ummaddii, luuqad walbana waa loogu tarjumay. qofkii xalay isagoo muumina gurigiisa soo xirtay saaka isagoo mulxida inuu ka soo baxaa laga yaaba oo ilaah diid ah ole ilaahaad sheegaysaan xageebu joogaa waa kuwii naga caqliga badnaa baa soo waayey leh waagu bay u baryaa laga yaaba. rawaahu muslim baa wuxuu yidhi markaas yabiicu diinahu
diinkiisaba wuxuu ku gadanayaa maxaa diin la-aanta dhigay diintiisii meeday qofka yabiicu diinahu diintiisa wuxuu ku iibsanayaa oo ku bedelanayaa bicaradin min addunyaa birbir adduunyo ayuu diintiisaba ku gadanayaa oo siisanayaa nimataac waxyaroo dheefa waa adduunye waa yabiicu min addunyaa waa isti'naafun bayaaniy kaanna hunaaka su'aalan muqadaran kayfa yusbixu mu'minan wayumsii kaafiran wabilcags say ku dhacaysaa awa qofka diintiisii maxaa ka qaaday markaasaa laga jawaabay waxaa la yidhi yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa xoogaa yar oo adduunyaa oo dheef yuu diintiisaba siisanayaa min naara kuwa soomaaliyaho meelaha lagu soo daadiyo leh kristaan baan leh minaara oo markaan diinta islaamkana eegnay diintii kristaankana eegnay waxaan noo soo baxday in diinta islaamku khalad tahayo kristaankuba ay sax tahay boobka adduunka ugu weyn haddii maanta la weydiiyo kristaannimada asaguba kaama dhaadhicin kare haduu see kaaga dhaadhacdo asba kama dhaadhacsane liqwaha su'aalin baa layidhaahdaaba nabi ciise marna waa bani aadam marna waa ilaahay ilaah baa maryama calooshii la galay haddana uu ka soo baxay waa la qabto waa la dilo waa la isricdileeyo tiirkaa lagu xiro waa la qaawiyey qodaxba madaxa loogu duuduubay masaabiir baa ilaahay gacmaha lagala daaday oo ilaahay maxaa sidaa loo yeelaya waxaa ilaahay sidaa loo yeelayaa dembigii nebi aadan galay inuu dadka u dhaafo yaa dembigii nebi aadan galay inuu dadka u dhaafo yaa ilaahay sidaa loo yeelaya oo asagoon sidaa la yeelin asagaaba lehe dadka asagaa leh jannadana asagaa leh dembigana asagaa laga galay kafartu lakum dunuubakum ma dhihi kara miya maxaa keenay ilaah la dilo waxaas ninka wataaba kama dhaadhacsana inay run tahay ayagaaba kuu sheegay yaani ka dhaan qof bilaadan loo sheegi kara male maxaa maanta reer galbeed mulxid ka dhigay maxaa bilaadiin ka dhigay waa caqiidadaas maxaa caqiidadatan iyo caqligu iska soo horjeeda wuu iska soo horjeeda markaasee kaaga dhaadhici kartaa kii watay waana ka dhaadhacsanaynbe waxaa kaa dhaadhacday shilimaad doolara ayaa kaa dhaadhacay iyo caqiida kaama dhaadhicin yabiicu diinahu bicaradin min addunya nebigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim ayaa wari athaani can abi sirwacata bikasri siin muhmalati wafatxiha cuqbata bni xaarif radi allahu tacaala canhu qaal sallaytu waraa annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga gadaashiisaan ku tukaday bilmadiinati alcasr yaan ku tukaday fasallama nebigu salaadiibuu ka baxay uma qaama musrican isagoo degdeg ayuu istaagay fatakhataa riqaaba annaas dadka luqmahoodii ayuu ka tilaabsaday dadkiibuu ka tilaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisa qololkooda qaarkii yuu aaday dumarkiisa qololkooda qaarkii yuu aaday fafasica annaas dadkiibaa waxay ka argagaxeen min surcatii degdega nebigu masaajidka uga baxay waana caado u lahaan jiray fakharaja calayhim gurigiibuu ka soo noqdayoo dadkiibuu ku soo baxo masaajidka yuu ugu soo galay fara'aa wuxuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam annahum qad cajibuu min surcatii nebiga degdega uu ku baxay inay la yaabeen qaala wuxuu yidhi dakartu shay'an min atibri cindanaa min tibrin cindana dakartu waxaan xasuustay buu yidhi shay'an oo min tibrin dahab cayriin ah oo cindanaa agtayada yaalla dahabkaasina wuxuu ahaa xoolihii sadaqada ah fakarituu an yaxbisanii waxaan dhibsaday inuu ixabiso oo ixayiro yaan dhibsaday buu nebigu sala allahu calayhi wasalam yacnii inuu imashquuliyo oo maskaxdayda u mashquuliyo yaan dhibsaday yashgalunii attafakuru fiihi dahabkaa bal sidaan ka yeeli lahaa fikirkiisu inay iga mashquuliso can itawajuhi waaliqbaali cala allah
arintaas soo maartay fa amartu bi qismatihi waxaan markaa faray dahabkii in la qaybiyo yaan faray sallallahu alayhi wasallam rawahu al-bukhari wa fi riwayat lahu kuntu waxaan haaburi khallaftu fil bayt mid guriga uga soo tagay tibran dahab cayriin oo min as-sadaqati sikadii la keenay fa karihtu an ubayyitahu waxaan karahsaday caawa inuu tibrigaasi halkaa iigu beriyo yaan karahsaday nabigu sallallahu alayhi wasallam التبر قطع ذهب أو فضة وقيب ذهب ورقحي عيرين ويا وأقول لك رصوعين مركا النبي صلى الله عليه وسلم دق دق فعل يؤدق دقي إن صدق ذي الله قيبي ومساكين تي الله قيبي وحخير ومركا كسوغي تبها ودقلن ودق دق وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي كوي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قتلت بل كور النبي إلى هيو هدي اللي يدلو فأين أنا حجابا أهانيا قال في الجنة هدي اللي يدلو شنادا أهانيا ده قال كبلو تاجيها قال جهاد في سبيل الله فألقى تمرات تمره يوتوري كنا في يده قعنتي سكوتشري تمره قعنت كوتشري يوصيري ثم قاتل وأوضق اللمي حتى قتل إلى القدري متفق عليه ساسي أهاي المرك رجي نبي وتربية عليه الصلاة والسلام ساسي خيرك ودق دقتي دق دق نوع عصا يودق دقي يعني وحل قوري وإذا قاركض لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة حتى أبن سين ولاده تمرتها صعب كي كترته أنت أن كلا ما يسنا يا هذا سين ولاده وأنا رول دير يجي فرمى بما كان معه من تمر تمرتي معي ساهيد يوتوري ثم قاتلهم كفارتي بلد قال لمي حتى قتل إلى اللي قدري رواه مسلم من حديث أنس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين